رحلة السفاري. ها هو البريد. وضع ساعي البريد رسالة في علبة رسائل ديم ودام. انظر يا ديم، لدينا رسالة. انتقل العم والدو إلى منزل جديد، وهذا هو عنوانه. لنذهب لزيارته. صعد ديم ودام إلى دراجتهما، ولكن عندما وصلا إلى العنوان وجدا أنه متنزه سفاري. لنذهب ونسأل. توجها معا نحو الغرير. نحن نبحث عن منزل العم والدو. هل هو قريب من هنا؟ إنه يعيش في متنزه السفاري. إذا سرتما في هذا الاتجاه فستصلان إلى المنطقة الإفريقية حيث يعيش العم والدو. هل سنذهب إلى إفريقيا؟ كلا، هذه ليست إفريقيا. نحن ندعوها إفريقيا لأن الحيوانات الإفريقية تعيش هناك. في هذا الوقت وصلت الضفادع إلى المتنزه أيضاً. إنها في السيارة وتستعد للقيام برحلة السفاري. إن ديم ودام يسيران في متنزه السفاري. عند الصخور تعيش القرود. ديم يضحك بصوت عال. انظري، إن شكل القرود مضحك جداً. هناك العديد من الحيوانات المختلفة هنا. الضباع تضحك، وديم ودام أيضاً. هذا الطبيب الفيل ماذا يفعل هنا؟ قفز فوق السياج. مرحباً أيها الطبيب، هل أنت هنا في رحلة سفاري أيضاً؟ أنا لست طبيباً، أعتقد أنك أخطأت بشأني. هذا ليس الفيل الطبيب، إنه فيل آخر. في هذا الوقت تقود الضفادع سيارتها في المتنزه. وصل ديم ودام إلى مستعمرة الأسود. هاي، ها هو الأسد العمدة. قفز ديم ودام فوق السياج وتوجها نحوها. مرحبا أيها العمدة. ولكن الأسد قال: أنا لست العمدة أبدا، أعتقد أنكما أخطأتما في الأمر، إنه أسد آخر. ثم وصل الغرير. ماذا تفعلان هنا؟ لا يمكنكما أن تذهبا إلى الحيوانات هكذا، يجب أن تبقيا على الممر من أجل سلامتكما. في كل مرة نعتقد أننا رأينا صديقا لنا، يتضح لنا أننا أخطأنا في الحيوان. من الأفضل أن تأخذا حافلة السفاري. حافلة بخطوط حيوان الحمار الوحشي. في الحافلة شاهدا حمارا وحشيا. مرحبا سيدتي، كيف حالك؟ ما بالكما؟ أنا نيل الحمارة الوحشية. إن الضفادع تقود عبر الحقل وتجاوزت الجمال، ولكنها ما لبثت أن سمعت. ما كان هذا؟ إن عجلة السيارة قد تعطلت، يجب إصلاحها حالاً. شاهدت الضفادع حافلة السفاري تتجه نحوها، ولكن الغرير عندما رأى الضفادع شعر بالخوف. يجب أن تبقى في السيارة، يجب ألا تغادريها مطلقاً. تعطلت عجلة السيارة. إذن يجب أن تصعد إلى الحافلة، هيا بنا. ينظر ديم ودام من النافذة، وهناك الكثير لمشاهدته. مر ببعض النعامات، وهناك فهد يركض بمحاذاة الحافلة أيضاً. إنه يركض بسرعة. وأخيراً وصلت الحافلة إلى العنوان، وكان العم والدو في انتظارهما. إذن هل أعجبكما المكان هنا؟ جميل جداً، ذهبنا في رحلة سفاري، سرنا أولاً ثم صعدنا إلى الحافلة. أشعر بالجوع بعد هذه الرحلة، أريد تناول شطيرة. وذهب الجميع لتناول الشطائر والمثلجات في المطعم. سيخلد ديم ودام إلى النوم، عليهما الاستيقاظ باكراً غداً. تصبح على خير يا ديم. تصبحين على خير يا دام. إلى الغد.